يا سيف بيه، سيادتك عارف كويس جدا انك مستهدف ومرصود دلوقتي، واكيد الكل عارف انك هتخرج بكره. انت كده يعني بتطمني؟ كنت بتعمل ايه الفترة اللي فاتت دي كلها؟ ما امنش الفيلا كويس ليه؟ يا باشا والله العظيم انا شغال لوحدي. سيادتك من ساعة ما غبت عندنا الكام يوم دول ورجالتنا واحد ورا التاني بيمشوا، كل اعتمادي دلوقتي على الكام راجل اللي اعرفهم. بقى يا باشا انت قلقان ليه؟ كلها كام يوم بس وان شاء الله ترجع تاني في فيلا معزز مكرم. رودي ما جاتش معاك ليه؟ كانت جايه سيادتك وبعدين قالت لي انها محتاجه تشتري شويه حاجات كده قبل خروجك، تقريبا كده هتحتفل بيك. راجع من الحجاز انا؟ ايه المشكله كانك راجع من الحجاز؟ ايه يا حاج سيف ما انت لابس ابيض اهو. اسمع يا ابني، انا مش هخرج من باب السجن الا لما اعرف مكان نوح وسليم فين بالظبط. ما عنديش استعداد لاي مفاجاه من نوع اخر. يا سيف بيه ما تقلقش، انا امير بقى ما بقلقش غير لما تقول لي ما تقلقش. هنا؟ لا لا، انا لسه ما جيتش. اسمعوني زين، علشان انا ما عنديش وقت للفرهده. حقنا ما هنعرفش نجيبه ولا بالرجاله ولا بالسلاح. امال بيه؟ هو انت مجمعنا احنا الثلاثه علشان نقعد ندعي عليهم؟ واحنا كده كده لازم ندعي عليهم. بس حقنا مش هياجي غير بالكارت اللي ما بيخيبش. وايه بقى الكارت اللي ما بيخيبش ده؟ انه يبقى معانا حد من قصر العطارين. نخطفه ونخربشه. خطف شرعي، اتنين اخوات طالعين مع بعض، عادي يعني، ما فيهاش شبهه. انت استخدمت الكارت ده قبل كده؟ ما ينفعش، انت خطفت سلمى، في الاخر ايه؟ خسرت برضه. انا ما خسرتش، انا كنت لسه طالع من السجن وبلعب. كنت عاوز اقول لهم اني طلعت اعمل نمره يعرفوا بيها ان انا ليا حق عنديهم. اما دلوقتي عاد انا جاي علشان اخد الحق ده. يعني انت من الاخر كده، عشان بفهمك صح، عاوزنا نخطف واحد فيهم ونسلمه لك. اسم الله عليك. المهم عاد، مين هو الحد ده؟ ويا ريت يكون اسهل حد فيهم. زي ما قلت لكم انا ما عنديش وقت للفرهده. حازم. حازم، يعني انت جيت على المشلول اللي فيهم وقررت تعمل راجل؟ ايوه، عشان هو مشلول. هتحطه هنا يتحط، هتحطه هنا يتحط. ما هو جالك ما بيحبش الفرهده. انا كمان شايف ان هو ده المطلوب. ها، مين فيكم اللي هينفذ؟ حد بيبقى ليه دور. خدامينك يا نوح بيه؟ اتكلم عن نفسك، انا مش خدامه حد. انا بعرف الاول ادي ايه وهاخد ايه. الفترة اللي جاية كل واحد هيبقى مطلوب منه حاجات يعملها بعينها من غير أي اجتهاد أو تشغيل دماغ. وأنا بقى هكسب إيه؟ هنا محدش بيكسب. أنا اللي بكسب وأنا اللي بوزع المكسب. كل واحد فيكم بيقوم من النوم الصبح بيحمد ربنا إن أنا سايبه لسه عايش. والشغل يا نوح بيه؟ أنت بتشتغل مع حد غيري؟ لا. خلاص، يبقى لما يبقى في شغل هبلغك أو هكلف حد إنه يبلغك. مفهوم؟ مفهوم. 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 بار التجار الصغيرين إيه؟ كله تمام، وهتشوف العملية الجديدة. بمناسبة العملية الجديدة، أخبار المواعيد إيه؟ رجالتنا بيدرسوا تأمين الطريق. أول ما نكون جاهزين هنبلغ المدام ونحدد ميعاد التسليم. العادين اللي القناة مضيتهم دول عشان خاطر العملية دي، حصتك فيهم هتبقى كبيرة، لازم تتغطى. ما تقلقش، أنا بقيت فاهمة الموضوع كويس أوي. نوح ما بيقلقش، وأنت كده كده لازم تاخدي بالك إنك لو وقعتي هتوعي لوحدك. مفيش وقوع إن شاء الله. على فكرة أنا ماشي على الخط اللي أنت رسمته لي بالظبط. نورته. استني يا ليلى، عايزك.
عايز تسأل على حاجة تاني؟ لسه ما قلتليش اخترت ايه؟ بين ايه وايه؟ بين اني اقتلك ولا اتجوزك؟ اقتلني يا نوح. ما تخافش. ما تقلقش. ها؟ أنا مش خايف، بس أنا مش متعود على الجو ده. أنا بقى متعود على الجو ده. معلش يا أزعجناكم. يا عم أنت مين وعاوز إيه؟ بعدين ننجز بقى عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه في جو الافلام اللي انت عامله ده. بالراحه علينا يا عز باشا، هو ده الحضن اللي المفروض تقابل بيها اخوك؟ اخويا؟ ايوه اخوكم، اخوكم رضوان. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، وعايز اعمل تحليل دي ان ايه. اهدي يا نشا الودي، هو المعمل هنا ممكن يعمل لك اللي انت عايزاه. احنا عدنا التحاليل تاني وانا اشرفت عليها بنفسي وطلعت النتيجه زي ما هي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احتمال كبير في حاجه انت ما تعرفيهاش. حاجه زي ايه؟ ما تقوليش كده، انا بنته، بقول لك بنته الوحيده. العلم اللي بيقول يا نسا مش انا، واللي اتعلمته من الفصلتين دول استحاله يجتمعوا. انا اسف، تقدر تتاكد بالطريقه انت عايزها؟ ايوه اخوكم. ايه مش قد المقام؟ يمكن لو كان سليم باشا عمك ما قتلش امي وابويا وشردني من وانا عيل في الشوارع كنت بقيت حليوه زيك كده. يعني انت عايز تقول ان انت اخونا من امنا؟ اسم الله عليك، رضوان واتغاده اللي سليم قتلها بعد ما قتل ابويا. هديك انت قلتها، سليم قتلها، احنا ذنبنا ايه بقى؟ طب بما اننا بقى طلعنا اخوات، مفيش كوبايه شاي كده علينا؟ ده انت نشفت دمنا. وبعدين يا اخي دي داخله تخش بيها على اخواتك؟ ما ينفعش. هو ده الوش اللي هتشوفوه مني لحد ما اعرف انتم معايا ولا عليا؟ يا عم هو مش قال سليم اللي قتل ابوه؟ انا اتخنقت. احنا مالنا احنا في الموضوع ده؟ ذنبنا ايه؟ مالكمش ذنب، بس ممكن يبقى ليكم لو قررتوا تكملوا في حضن العطارين، عشان انا ناوي اخلص عليهم كلهم قصاد رقبة ابويا. كلهم ايه؟ هتموت كل الناس دي عشان خاطر واحد؟ هم ذنبهم ايه اصلا؟ ذنبهم من ذنب ابويا، انا كمان ما كان ليش ذنب. طب ما بالراحة على نفسك بقى اخويا رضوان. انا مقدر قهرتك على ابوك وامك، معاك حق، بس خلي بالك انت داخل على العطارين. العطارين زين قوي. طيب عشان ابقى عملت اللي عليا من ناحيتكم وريحت ضميري، انا عاوز منكم كلمه واحده، انتم معايا ولا معاهم؟ ولا كلمه ولا كلمتين. انا اصلا ما اعرفش انت مين. ربنا يوفقك، بس انا مش معاك، انا مع ربنا. نفسي يبقى لي اخوات يوقفوا في ظهري، بس انتوا دلوك ولاد العطارين، يعني منهم وكل واحد حر، بس لو حد جاب سيره باللي حصل يبقى عجل بموته. انا عملت اللي عليا من ناحيتكم وسالتكم وريحت ضميري. ده العهد اللي خدناه سوا، كلمة تجيبكم وكلمة توديكم. الراجل ما اديناش كلمة هارون، ادانا وعد وكان صادق معانا وشغل ناس منا معاه، بيجر لجريكم عشان ينتجوا شركم. بقى تكونوا كلمة كبيركم عشان واحد غريب. كبيرنا؟ كبيرنا اللي ضحك علينا عشان يهلها في أرض بنت عمه؟ بخ السم في ودانك، بخ السم في ودانك، وانتوا صدقتوه. طب ايه قولكم؟ لا فيه مشروع ولا حد هيشتغل فيه، بيكذب عليكم. اظن جه الاوان نشوف كبير غيرك يكون صادق معانا ونشوف مصلحتنا. بينا يا رجاله. هتشوفوا مين اللي كذاب،
مين اللي بيضحك عليكم؟ أنا مش فاهم حاجة. وأنا وش وحش على العطارين؟ ولا العطارين هم اللي أصلا نحس؟ لا وشك مش وحش ولا حاجة. ما تقلقش. هما طول عمرهم كده، أعدائهم كتير أوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. عامة هو كل واحد ما بياخدش غير نصيبه. عندك حق. أنت هتعمل إيه؟ هكلم يحيى. كلم يحيى إيه؟ أنت اتجننت؟ اقفل. إيه يا عم في إيه؟ إيه يا عز؟ ما بالراحة. بالراحة إيه؟ هو مش راجل لسه محذرك؟ وقال لك انت لو قلت لحد هيعجل بموتك، احنا مالنا؟ نخرج بقى بره الموضوع ده عشان ما نلبسوش. يا عم دول اخواتنا. ايه؟ اخواتنا. هو انت صدقت عايز الكلام ده؟ اخواتك ايه؟ عملوا لك ايه عشان تقول لي اخواتنا؟ على فكره بقى محدش فيهم بيتعامل معاك على اساس ان انت اخوه. انا وانت توفينا في القصر ده. لازم تبقى فاهم كده. لا، هات التليفون. لازم اقول لهم، لازم احذرهم. مش هينفع. تحذر ايه؟ انت هتوقف قدر ربنا؟ استغفر الله العظيم. ايه يا عز؟ استغفر الله العظيم على ايه؟ ايه يا عم انت هتكفر وانت واقف؟ الله، امسك تليفونك يا عز واسمع كلامي. فكر كده هتلاقيني اللي صح.